البنات، اليوم غندير معكم واحد الكريسات اللي كيجيو رائعين. الا بغيتو تعرفوا طريقه التحضير خليكم مع هذا الفيديو حتى للاخير. كيجيو منفوشين تبارك الله، كيجيو رائعين. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير باحسن الاحوال. اليوم غندير معكم واحد الكريسات اللي كيجيو رائعين. اللي عندي 3 ديال البيضات بحراره المطبخ، عندي كيلو ديال الدقيق الابيض، عندي 2 شاشيات ديال الخماره ديال الحلوه 8 غرام، عندي ملعقه ديال الجلجلان، وعندي ملعقه صغيره ديال الخماره حبيبات، عندي ملعقه ديال النافع، عندي شويه ديال الملح، عندي لتر من الحليب اللي هو دافئ، عندي كاس ديال الزيت، عندي كاس ديال السكر تيبقى حسب الذوق، عندي كاس ديال سبيسيال. خليكم مع طريقه التحضير. خويا البيض نزيد عليهم السكر، نزيد عليهم النافع، شوية ديال الملح والزيت. كنخدمها مزيان تي تخدم، كنذوبو الخميرة ديالنا ونزيدوها. كنزيدو شوية ديال الحليب، نحطو مزيان هادشي. كنبداو نضيفو الدقيق، كنضيف داك الكاس ديال سبيسيال هو الاول، وكنبدا نضيف الدقيق تدريجيا. احسن تخلط بليد. نضيف الدقيق ديالي حتى كنكملو، كنبقاو نزيدو، نضيفو الدقيق ديالنا كلو، نبقاو نزيدو الحليب شويه بشويه تدريجيا. كنخبطوهم ما كنهلكوهمش، ما كيهزونا شي طرا ديال الحليب كله، كيبقى لينا منه.
نديرهم شويه ديال الزيت في الاخير، نخبطهم شويه بالزيت بحال هكا. كنخليوهم كنغطيوهم نخليوهم نص ساعه ونرجع نقرصهم معاكم. بالنسبه للحليب راه ما هزتش ليا بزاف، بقاو ليا جوج كيسان ديال العنبه، من لتر ديال الحليب بقاو ليا جوج كيسان ديال العنبه وشي شويه. بدا البنات ما دازت نص ساعه القرص ديالي خمروا ليا، غنجيب شويه ديال الزيت عندها يديا نجمع فيهم بحال كرد داك الخميره كنشعلو مزيان حتى كيتجمعو. زيد ندير الزيت كنبقى نقرص الخميره ديال هادوما القرصات ديالي على هاد الطريقه. خرجو من يديا بعدوهم باش ما يتلاصقوش، واخا كتصغرهم باقي ما يتنفخو. كنستمر حتى كنكملهم، استمرنا حتى كملنا الكراسات ديالنا. كنجيبو الصفر ديال البيضة ندهنوهم، بعد ما كندهنهم الصفر البيضاء كندير لهم الجلجلان ونخمرهم 15 دقيقة، نخمرهم 15 دقيقة حتى نشوفهم خمروا عاد ندخلهم للفرن. بعد ما دازت 15 دقيقة خليت العجينة ديالي 15 دقيقة، ها هما خمروا ندخلهم للفرن. ندخلهم للفرن على نار مهيلة ونخرج الكراسات ديالي نوريهم ليكم، خصهم ضروري نار مهيله باش ما كيبقاش فيهم العجينه لداخل. اخواتي انا طيبت القرص ديالي خرجتهم من الفرن كيجيو زوينين. انتما البنات بعد ما كملت القرصات ديالي كيلو ديال الطحين راه تيطاني 26 حبة، نحن معكم واحد الحبيبه اللي كيجيو رطبين كيجيو مفشين تبارك الله كيجيو رائعين. ما تنساوش الى عجبتكم تعجبكم الكريسات ديالي ديال اليوم ما تنساوش تشاركوا معايا في القناه فضلا ليس امرا. شكرا لكم.